وبنعرف آخر حاجة في البرايفت بتاعنا، بنعرف البوينتر بتاعي، والبوينتر ده فليكن هسميه مثلا items، مثلا اي حاجة بوينتر items اي حاجة، تمام. بعد كده هعمل الجزء البابليك بتاعي، تمام. الجزء البابليك بعمل حاجة اسمها constructor. constructor دي، تمام، دي اللي بيتخزن فيها تلقائيا الاجي بتاعي، تمام. يعني الكونستراكتور ده بيتخزن فيه يعتبر الاجي بتاعي، او بحط فيه بيانات للاجي بتاعي، تمام. طيب الكونستراكتور دايما وابدا، بس نخلي بالنا من النقطة دي، بيبقى نفس اسم الكلاس. يعني لما تعمل الكونستراكتور بيتعمل نفس اسم الكلاس، ما بيبقاش اسم تاني مختلف، تعمل نفس اسمه. لو اسمه array بنكتب array، لو اسمه cmd بنكتب cmd، وهكذا، ما بقدرش اعمله حاجة تاني. طيب في الكونستراكتور هنكتب ايه؟ هنكتب array، ده اسم الكونستراكتور بتاعي، تمام. ونفتح قوسين، ده باراميتر هنعمل، هنباصي فيه ايه؟ السايز بتاع الاري بتاعي، هيبقى ايه؟ اري سايز. هنحط في الكونستراكتور الاري سايز، باراميتر بتاعنا هيبقى الاري سايز، تمام. طيب الكونستراكتور ده بيحتوي على ايه؟ هنفتح له كيرلي بريسز، عشان هو بيحتوي شويه على شويه حاجات جوه، تمام. اول حاجه السايز، تمام. السايز بيساوي ايه بقى؟ بيساوي الاري سايز. يعني انا سويت الحجم اللي في البرايفت ده بالاري سايز، تمام. هنشوف لما الكود بيكمل هنفهم كل حاجه مع بعض، تمام. وبعد كده هنعمل انيشالايز لللينس. اللينس اول ما بيتفتح بيبقى عندي ايه؟ اللينس بيبقى يعني طول الاري، الاري ما فيهوش حاجه، تمام، او اللينس بتاع الاري ما فيهوش حاجه، فانا بديله صفر، تمام، هو ما فيهوش حاجه، هو فاضي. بعد كده مبدئيا فاضي بالظبط كده، تمام. وبعد كده بكتب الايتمز بتساوي، انا كده هخش ان اعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هنشئ الاجي بتاعي. فهكتب ايه؟ نيو انتجر، وباصي هنا اجي سايز، تمام. ده بالنسبة للكود للكونستراكتور بتاعنا، حلو. طيب خلصنا من موضوع الجزء البرايفت والبابليك، هنخش على أول حاجة. طبعا قبل ما نخش عليها عايزين نرجع عايزين نعرض البرزنتيشن. لحظة واحدة هعمل لها شير، ادي شير البرزنتيشن كده. البرزنتيشن بنت عندك؟ الو، اظن تمام. دي احنا خدناها المره اللي فاتت، طيب دي حاجات خدناها المرة اللي فاتت، زي الترافيرسنج والسيرشنج والانسيرشن والديليشن والسورتنج والمرجنج، سكين ما ظهرتش. طيب لحظة واحدة بس كده نعمل لهم شير.
عشان فصل بس يعني. اوكي دي الاوبريشن اللي خدناها المرة اللي فاتت، زي الديليشن والسورتنج والميرجنج احنا اتكلمنا عنه منبذات، و الترافيرسنج والسيشنج والانسيشن. تمام، المرة دي هناخد حاجات تانية، هما يعتبر هما تمام، بس هناخدهم بالتفصيل. الأول احنا هنا بنتكلم عن الـ Array Abstract Data Type، بيقول لك هو مجموعة متتالية من العناصر نفس الـ Data Type، ده الـ Abstract الـ Array Data Type أو الـ Arrays Abstract Data Type. تمام، وليها تعريف تاني اللي هو Collection of Variables، مجموعة من المتغيرات of the same type، من نفس النوع. تمام، الـ Operation اللي احنا هنعملها النهاردة هناخد الـ creation، هناخد الـ fill، وهناخد الـ display. الـ append دي ان انا بضيف او بعمل ملحق، بس بدخل لو باراميتر اللي هو new item، انت new item، او بلحق ba new item بلحقه في الاخر كده. تمام، الـ insertion تمام نفس فكرة الـ append، بس مش في الاخر، بحدد المكان اللي انا عايز ادخله. اول حاجة انت اندكس تمام، وانت نيو ايتمز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بديله اتنين باراميتر، واحد خاص بالمكان اللي انا هدخله بيه، واحد خاص بالعنصر او قيمة العنصر اللي انا هدخله. تمام، السيرش بدخله الكي اللي انا هعمل بيه السيرش. تمام، الكي اللي انا هعمل بيه السيرش. تمام، الديليت ديليت بدخله ايه بقى؟ الانت اندكس بدخله انا عايز اعمل ديليت لايه بالظبط، اني اندكس عايز اعمل له ديليت. تمام، الانلارج ازاي بكبر. انا طبعا يعني الاجاي من عيوبه ان انت ما ينفعش تكبر او تصغر، بس احنا بنتحايل عليه وبنكبره ازاي؟ بنعمل اجري جديد كبير وبنسخ فيها القديمة. تمام، باخد الاجري القديمة وبنسخها في الجديدة وبكبر الاجري. الميرج بيديني برضو مع باراميتر اللي هو اجري انظر، يعني انا عندي الاجري اللي انا واقف عليه ده عايز اعمل له ميرج مع واحد تاني، فهو بيديني التاني اللي انا هعمل له ميرج معاه، انا هضيفه عليه. تمام، جيت سايز ازاي اظهر السايز بتاع الاري. جيت لينث برضو السايز بتاع الاري، بس في اختلاف مهم لازم نركز فيه. ايه الفرق ما بين جيت سايز وجيت لينث؟ جيت سايز ده حجم الاري، الاري 100 عنصر من جوه، 100 عنصر او 100 مكان فاضي. تمام، بس اللي مشغول فعلا فيهم خمس اماكن، يعني اللي موجود فيهم داتا او موجود فيهم بيانات خمس اماكن. تمام، فاللينس هو اماكن الموجود فيها قيم فعليا، الجيت سايز هو حجم الاري كله على بعضه. وصلت؟ الجيت سايز حجم الاري، الجيت لينس الاماكن المشغوله فعليا او الموجوده فعليا او القيم الموجوده فعليا. تمام، نرجع بقى للكود بتاعنا اللي احنا كنا شغالين فيه. بس طيب نرجع للكود بتاعنا. هنخش احنا دلوقتي هنشتغل على احنا خلصنا الكرييشن كده، هنخش هنشتغل على الفيل. تمام، الفيل خلي بالك بتبقى كابيتال، يعني اول حرف فيها كابيتال. تمام، فهو الفيل دي بنكتب قبلها ايه؟ void، عشان بترجع لناش قيم، بنكتب void.